يقول نصيحة لما يحدث الآن من كذبة إبريل وتداولها بين الناس. تقريبا كل سنة قاعد نكرر هذا الكلام لكن لا بس في إعادة إفادة. يكفي أن اسمها كذبة، كذبة إبريل، يكفي هذا. والكذب محرم بكل صوره، ومن يدعي اليوم أن هذا من الكذب الأبيض هو يكذب في دعوة هذه. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه كذب أبيض، الكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع، كما جاء في الحديث حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في كذب الرجل على امرأتي والمرأة على زوجها، وفي الحرب فإن الحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس فقط. أما غير هذا فالكذب أصل فيه أنه محرم لا يجوز. فهذا الذي يفعله الناس اليوم يكذبون ليضحكوا، هذا لا، داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بحديث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ويل له. هؤلاء يكذبون ليضحكوا الناس، وهؤلاء معرضون للويل والعياذ بالله. الإنسان يحذر الكذب هذا، الكذب كله محرم لا يجوز، فيحذر الإنسان من ذلك.